السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نستعرض قائمة موديفاي. أولا نرسم بعض الريكتانجل، يكون في سيركل بهذا الشكل، ثم نرسم لاين بهذا الشكل. أول قائمة، فهذه القائمة في الإريز، طبعا هيحذف هذا اللاين. بعد ذلك في الكوبي فبينسخ هذه السيركل، سيلكت اوبجكت اند انتر البيزل بوينت، هنختار هذه السيركل او هذه الدائره من هذه النقطه، وتم عمل عده نسخ هذا الشكل. لاننا مفعلين الارسو فممكن نلغي تفعيل الارسو، بحيث نلغي تفعيل ونختار كوبي في جميع الاتجاهات. ممكن يتم عمل كوبي نقطه معينه وليكن الاند بوينت او انتر، بعد ذلك في بعد الكوبي في ميرور. هذه هي تعتبر من اهم الخواص في الكاد. فاذا اخترنا جزء بهذا الشكل هنعمل او نختار ام اي ميرور، والميرور لاين هيكون بهذا الشكل F8، نضغط اريز سورس. هو بيسأل هل نحذف الجزء اللي هو الجزء الايمن، هنضغط نو بهذا الشكل، اصبح عندنا في ميرور في اللاين اللي هو على الجزء الايمن. في بعد ذلك اوفست، فنختار هذه السيركل ونختار شورت كات او اوفست ديستانس وليكن 45 بوينت بهذا الشكل. بما ان المسافة اكبر من القطر فيذكر ان ما ينفعش تعمل اوفست والمسافة اقل من القطر، لكن لو المسافة اكبر فيتم. ممكن نجرب هذا الامر على الريكتانجل، فاصبح في عندنا اوفست ديستانس هتكون وليكن 25 ومسافة بهذا الشكل. غير المسافة او الاوفست ديستانس 10 بس بوينت اون سايد بهذا الشكل، بوينت اون سايد بهذا الشكل. طيب بعد ذلك في الموديفاي في الريل. طيب ممكن نرسم هنا وليكن سيركل، هيكون فينا سيركل بعد كده في ريكتانجل، بعد كده تريم، نلغي جميع هذه الأجزاء. وتعمل وليكن اوفست لهذا الجزء. الاوفست 4. وسيلكت اوبجكت، نختار جميع هذه الاشكال و offset. offset distance وليكن 2 في كلام سليم. نختار بعد كده modify array، بعد كده تظهر قائمة بهذا الشكل. هو بيسأل هل rectangle array كما وضح في البريفيو ام بولر. فهنبدا بالريكتانجل لصفوف 5، اخرى موديفاي اري الصفوف 5 والكولم عدد الاعمده. فهنا عدد الصفوف 5 5 وعدد الاعمده 2، والاوفست من كل عمود والثاني وليكن 25 وليكن 35 وبريفيو. مسافة طبعا أقل، فهنبدأ من 100 في 150 بريفيو. إذا المسافة هنا أفضل. هنا المسافة من كل أوبجكت أو كل عنصر والثاني عبارة عن 25.
100 و 150 مسافة أفقية المسافة الرئيسية. ممكن هنا نختار أوبجكت وهنا بنستعرض بهذا الشكل. لو الشكل هو المطلوب فممكن نضغط أوكي بحيث يحقق البولر أري، بحيث يحقق مصفوفة أو الأري اللي هي ريكتانجل. البولر أري نفس الفكرة ولكن يتم بطريقة قطرية. الأري بولر عدد نختار الأوبجكت، طبعا احنا مختارينها السنتر بوينت وليكن هتكون بهذا الشكل، والعدد هيكون وليكن 6، وأنجل توفيل هتكون وليكن 270. بريفيو هنا عبارة عن الري على 270، والزاوية بين كل عنصر والثاني هتكون 270 على 6، هي عدد عناصر. هنا طبعا بريفيو ممكن تكون 360 اللي هي زاوية كاملة. اوكي، إذن لو العنصر تم ان المسافة بين كل عنصر والتاني تكون مناسبة. طيب فينا بقى طبعا بعض الأشياء الأخرى زي الموف. باقي في الموديفاي في الموف نختار هذا الأوبجكت، انتر بيز بوينت، كده تم التحريك. غير نفس فكرة الكوبي ولكن هنا بنحرك الأوبجكت غير عملية النسخ. طيب في السكيل والروتيت والسكتش، فيقابل موف طالما في موف يبقى هيكون في روتيت. ممكن يكون هذا الشكل أوضح على ريكتانجل أو هذا اللاين. فإذا ار او هو الاختصار روتيت. البيز بوينت هذه النقطة هنا وليكن زاوية تكون وليكن 120، أصبح تم عمل روتيت. هذه النقطة هي البيز بوينت روتيت، تم عمل تحريك دائري بزاوية 120. طيب بعد ذلك في الميرور، تم بعد ذلك في السكيل. حلو، وليكن ان في ريكتانجل بهذا الشكل، هنختار سكيل موديفاي سكيل الاوبجكت. هذه الاوبجكت البيز بوينت هذه النقطة، السكيل فاكتور هيكون وليكن 2. إذا تم عمل سكيل درجتين من هذه النقطة اللي هي هذه النقطة. مش شرط تكون البيز بوينت في السنتر، بمعنى إن ممكن نختار مرة أخرى هذا الأوبجكت وموديفاي سكيل بيز بوينت هتكون في الميد بوينت، والسكيل هيكون وليكن 1.1. بعد ذلك في الموديفاي في الاسترتش اللاين، يتم عمل رسم لاين من هذا الشكل، ويتم اختيار هذا اللاين سيلكت موديفاي استرتش. البيز بوينت هذه هي البيز بوينت، سكند بوينت هذه هي السكند بوينت. الافضل لو شرحنا الامر اللي هو اكستند، ففي اكستند باختصار في اكس تي اكستند. فاذا هنختار جميع هذه الاوبجكت ديفاي اكستند اللي سيلكت اوبجكت هذا الاوبجكت كروس يكون هذا الاوبجكت مره اخرى موديفاي اكستند modify extend هذا هو الأوبجكت وهذا هو الأوبجكت، وتم عمل extend بهذا الشكل. بعد ذلك في break وفي trim، trim تم شرحه قبل ذلك. cr